ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقا. وكلنا يعلم أنه السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقا أو بتحريمها مطلقا، فإن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار عليكم السلام، فلا شك أنه بيكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار. فإذا كان الأمر كما نقول، أي لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقا أو بتحريمها إطلاقا، فنسمع الآن أنواع من السمسرة اللي يمكن أن تقول مثلا مباحة أو أن تكون محرمة. أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك في السمسرة، فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم. بقول لك أنا بفتح مكتب لبيع الأراضي وبصير عندي علم في المنطقة الفلانية في أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة أو إلى آخره، عن دور مثلا تبنى قديما أو جديدا إلى آخره. فكان جوابي ما يأتي بإيجاز، إذا كنت ما بتلعب الحبلين وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري، هذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليه الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء. هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم. ترى الحديث الذي تشير إليه يعني هذا؟ ستقول لا. كويس، إذا هات بقى صورة تانية نشوف شو بيقتضي الفقه أن يعطينا من حكم عليها. أصبر. خلاص انتهى الأمر. نعم نعم هذا ما بيقول، هذا واضح انه ليس فيه يعني نصح للمسلمين، بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين. هو لهذا السبب. كويس، لكن انا استغربت انه في حديث بلعن السماسرة. على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة اذا كانت على تقوى من الله ما فيها مانع اطلاقا، لانه فيها تقريب الامر للبائع والشاري، لانه ما بيستطيع الانسان يدور الدنيا.
وعليكم السلام. ها هاي صوتك طريع، بدنا يطلع اكثر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. بندون السورتين طبعا تجمعهما ان السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا او اقل او اكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف اذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إلك كوسيط، أي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينة أنت وياه. أما إذا كان العمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فانت لما بتضيف 15% عمولة بدك تاخدها من التاجر اللي انت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم الا اذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عند التاجر مثلا، اما تعرف انت سلفا او فيما بعد، فانا بدي تعبي بني كذا. فكان في هيك مصارحة وما في مانع، هي السمسرة الجائزة. اما توهمه انك انت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد او في السوق، لكن الواقع انك تاخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. كويس، ايش لك خالد؟ نعم. العملية ما يحصل، أنا لا أقول واحد
طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء؟ اذا انت ما جبتها الا مشانه. هذا هو، ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك بتقول انت لا؟ فكيف لا وانت اتفقت معه؟ معليش، لكن إذا جاء فهو ملزم إنه يشتري الحاجة هي اللي تبادلت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه. لا مش ضروري يقيم عليك دعوة. اسمح لي، إلزام شرعا يعني مؤمن، المؤمنون عند شروطهم. يعني هلا أنا إذا اشتريت منك حاجة موجودة عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الآن ما راح أقدر أخذها معي هاي ثمن ورجعت، صح العقد وامتلك هو وانت ليس لك ملك في هذه البضاعة، صح؟ فانت ملزم بتسليمه اياها وهو ملزم باخذه منك لانه اعطاك الثمن. كويس. الان انا ذاك الرجل اجيت قلت لك بدي زنفيل من نوعية كذا ويد كذا الى اخره، مواصفات جيدة وهي مو موجودة عندك، وعدتني غدا، جيت انا غدا شفتها وعجبتني، قديش السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا، ما عجبني انا السعر، ملزم انه اشتري؟ فاذا ما في اشكال هاي بيصورة، اذا كان بيصورة هاي ما في اشكال. الشكل الاول وهو
هناك ايش؟ هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق فهو مش داخل في عموم قول عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك، لأن هذا لا يمكن بيعه وشراءه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني، لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل. هذا جائز. شو في عندك؟ فهمت صورة من الصور اللي سألك عنها. إيه إنه ما بيجوز. فهمت الصورة أنا إنه أنا مثلا بشتري بضاعة من التجار. جاء أحد المشترين ما وجد عندي البضاعة. قل أنا بجيب لك إياها غدا. او بعد الفاتورة بشتريها بفاتورة باسمي انا شخصيا، واذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني انا مش من التاجر نفسه. فايش هالسبب في هالصورة؟ حين ترجع نفس ما قلنا، هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق فانت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟ فان كان ربحك من التاجر فهذا ما في إشكال في بحث وجوازه، وإن كان ربحك منه يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو راح يشتري الحاجة أنت ولا هو سعر واحد، بينما في الصورة الثانية رحت أنت عند التاجر أو راح هو راح يشتري الحاجة أنت ولا هو سعر واحد، بينما في الصورة الثانية انت بتروح تشتريها كما له راح اشتراها دينار مثلا راح تبيعها دينار وربع، الربع انت اخذته منه زيادة ما اخذته من التاجر اللي باعك البضاعة. باخذها من هناك انا بدي حمولة ب105 ب110 اللي هو إذا كان دي الصورة واتفقت على ذلك فهو جائز، لأنه بهالحالة بتصير أنت وكيل عنه. نعم. ونائب عنه. طب هو بنتعرف أنه يشتريها، لكن هو أجل تحطها. شو بدنا فيها هلا هو؟ نعم. شو بدنا فيها هلا؟ ما لنا فيها، نحن فينا هلا أنت. نعم. أنت لك صورة من صورتين ذكرناهم. شو عندك ملاحظة حول صورة من صورتين؟ بتحكي فيها، شو بدنا فيها؟ انا عارف يعني انت لو قلت لي هو قصدك ما بينت لي شيء مجهول عندي قصدك، لانه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا انا مثلا بدي اشتري عباية، شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف. لكن مو انت تستغلني انا مسلم قيادة نفسي الك لانه رجل موثوق انت عندي ولا اخره، وبتروح بعدين حكم في هذا ما بيجوز. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني احد اخواننا اللي كان يحضر دروسنا هو الله يرحمه من طرطوس توفينا رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، زيت بلدي تبع زيتون، يبيعني انا التنكة فيه وبعد اكتشف بأغلى من السعر اللي باعه لغيري، اغلى. ليك هوني انا شيخ وانا استاذ ولا غيري؟ لا، هو خلي يساويني مع غيري. لما اكتشفنا هذا بعد مدة انه تعالى
بلغني انك انت بعت بسعر كذا. قال اي نعم. انه شلون بتبيعوا بسعر وانا بحاول من زيادي؟ قال جواب هي الربح محدود، الربح محدود. طبعا جوابي لا، الربح مش محدود، لكن انا لاني واثق فيك تاخذ مني زياده. بالعكس القضية الناس بيعملوا اذا كان لابد فبالسعر بيبيعوا. هذا غرض استغلال، لا هو شريف ولا هو مشروع. فقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك بكلفك مشكلات فيه، بدك فهم الواقع، مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق للتاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو. وهي قضية معروفة تماما. انا مثلا كنت ساعاتي انزل عند التاجر اخذ لي كم ساعة مثلا 30 ليرة حق الوهلة، هو بيبيع 35 انا ببيع 35، لكن هو بيخصم لي، ما بقتل طالع الفرق. انا الربح تبعي قالوا من الزبون نفس السعر اللي هو بيبيع انا ببيعه، لكن هو باعتبار انا بشتري بالجملة يعمل لي خصم. جاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون. فعلى هذا اظن الصورتين بهم واضحتين. في شيء عند غيره؟ نعم استاذ. الان مع الاخوه في توضيح، يعني مره بدي اشتري لما ذكر اخونا سعره 30 من واحده من النقطه، فنزلت على شركه مواد البناء فوجدت ان السعر اقل، فرجعت للرجل الاخر قلت له انا وجدت السعر اقل من عندك. قال هذا ما بتفرق، مين بيجيب من بني يتفرق؟ يبيع هو سواد واحنا بنربح حتى من يبيع عارف يعني. انت اشتريت 30 او اشتريت 10 من عنده، وانا كان لاني تاجر يلتقي شيء. انا سمعت هذا الكلام احد، انا سمعت هذا الكلام فانا اربح القيمه. الان انت طبعا لو ما فكرت ما طلعت حتى لو كان كذلك. وليس بالضروره لا اخي ابو هاي تختلف المسألة، تختلف المسألة بين انا اروح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو ببيعها ب35، انا بيجي بدوري كما قلنا انسا ببيعها ب35، فانا ربحت ايه من التاجر الخمسة، ربحت من التاجر. طول بالك شوي، هاي صورة اللي حكينا قبل ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها، انا اشتريتها ب30 هو ببيع 35 انا بعتها ب37 انا حر. كويس، هاي لم تحكي عنها، لكن انا ما احكي عن صورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من الساعة على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن. فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا المتوفى رحمه الله؟ عليكم السلام ورحمة الله أو
يأتي ما قلنا آنفا هالعمولة هي من كيسك تطلع ولا من كيس زبون؟ تفضل. من صاحب ايش؟ ايش؟ المنشأ؟ الورشة؟ صاحب العمارة؟ اي شيء مثال؟ هذا هو المهندس.
كل حال المشايخ في الحديث قال بسبب ضرب الأنذري والمناقشة في بعض صورها. الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية أرجو عرض السؤال بإيجاد في معاملة أو أكثر المعاملة مما جاء في تضعيف كلامك حتى ننظر انه يجوز ولا لا يجوز. فهل بالامكان الايجاز؟ يجوز بشرط انه هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري. طيب غيره؟ تفضل. تحديد ايش؟ طيب اسمعني راح اعطيك الجواب ولو يعني اختصرنا كلامه. هالصور اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها جواب واضح تماما. صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى. بمعنى أنت بتبيع حاجة ما خمسة خمسة
بدون فيها بسكة صح؟ لكن ليش خصصت زبون اللي بعت لك يا فلان المهندس بالستة وما خصصت زبون ما بعت لك يا المهندس ستة انما اخذت منه اقل سعر وهو 50؟ هون بقى بدك تشوف انت العامل دافع لك على الزيادة هذه في الاصل جائزة شرعا لان الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك انت كمثال تفرضه على ان تأخذ الزيادة من الشاري الفلاني وقد ارسله المهندس الفلاني. لماذا خصصته بهذه الزيادة؟ كان هذه الزيادة ما تطلع من جيبتك. كان شو اللي يحصل؟ طيب إذن لكن بركي هي في قرارة نفسك 4.5 فعمل اسمح طول بطول بارك. انا ما اقول في قرارة نفسك انت في قرارة نفسك 4.5 لكن اعلنت 5 مشان النص هذا يكون احتياطي لك لارضاء داخل المهندس. يعني انا بيحضرني مثال الان كنت حكيت لكم اياه مره بمناسبه بيع التقسيط. تاجر من كبار التجار في الكويت بلغوا من طريقي من طريق غيري انه اخذ زياده مقابل التقسيط هذا ربا. فهو ماذا فعل؟ تاجر كبير في السيارات، السعر اللي كان يبيع بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، السعر العالي يعني وحد السعر، لكن هو من قبل كان عم يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا من عنده بالتقسيط، الان صار يظلم كل الزبائن اللي بيشتروا بالنقد واللي بيشتروا بالتقسيط. هاي سعر واحد يا اخي ما اخذنا زيادة، لا هو اخذ زيادتين، اخذ زيادة مقابل التقسيط واخذ زيادة مقابل النقد ايضا اللي ما كان ياخذها من قبل. فهذا يا ترى يعني مشي مع مقصد الشرع من قوله من باع بيعتين في بيعة فله كسر مع ربا؟ ام هذا مثلا كما يقال كان تحت المطار وصار تحت المزراب؟ فالان الشخص اللي انت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع السعر 5، لكن هو ما في عنده مانع انه يبيع باقل صحيح، لكن بيرجع السؤال لمين بتبيع اقل؟ بتبيع اقل لمين؟ لهالزبون اللي اجاك من طرف المهندس، مشان الزياده فوق الاقل يرجع لمين؟ للمهندس. فهنا بيرجع الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. فان كانت هيك ما بفيد نكون نحن اعلنا ان السعر للعموم 5، كمان في صورة غير هيك؟ ما تفضل. معليش يا ابو يحيى بنيه هذه، لكن لما بيجيك من طرف المهندس بتبيعه 5 ما بتبيعه 5؟ لا المهندس مين بده ياخذ المهندس؟ هون بنشوف مين بده ياخذ المهندس؟ العمولة اللي انت متفق معه مين بده ياخذها؟ ايوه
وين وين في شبهة هون إذا بعته بخمسة؟ يا حبيبي أنت المهندس وأنا زبون ورحت عند أبوها وشفت الزرفين اللي معلن عنه بخمسة، أنا ببيعني بأربعة ونص؟ بيقول لا، طول بالك، بيقول لا، هلا هو بيقول لا. ليش؟ لأنه هو ببيع بالناقص لغير كمان الموسطين والمهندسين، ببيع بالناقص. كويس، أنا لما أجيتك من طرف المهندس وبعتني بخمسة، المهندس منين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها؟ اثنين خمسة، أنت بعتني بخمسة. لك هي أنا بدي أشتري، أنا عم أقول أنا رحت لعنده مرسل من طرفه، أنت المهندس، طول بالك، بس أنت مالك متفق معه، كل ما بعت زبون بده عمولي. ما لكم لا تنطقون يا أخي، أنا ناصر الألباني، أنا أنت أرسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة مو بالناقص، أنت دعمولي متفق بينك وبينه، مين بياخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذه الساعة، إذا من جيبته طلعت. طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا مثل ما عمل ذاك الكويتي؟ كلمة بس نمسكك منها، فاسحبها. المهم ما تحط في بالك المهندس ابدا، اذا بتحط في بالك انك انت تربح من الزبون مقدار من المال من اجل المهندس، هذا بيخرب عليك الربح. هذا موجود؟ بس ما انت وصفك لهم بالكرام. يا نور. هو بلاش احترام، ما لي احترام. لا ابو يحيى، اذا كان قضية في عرس مثل ما ذكر ابو محمد، القضية مبينة يعني مصروفة. كويس، بس ابو محمد في قضية ثانية ما فيها القيد هذا، يعني مثل هوني صاحبنا شايف، لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا.
لا هي مكشوف زي مبينة. ما هي الصورة اللي حكينا عنها؟ بس هيك هاي النقطة الحساسة الموضوع من جيبتك ولا بجيبت تقول بس هيك يعني أرجوك الشاهد ما نعني كتابتك أنت ولا غيرك من التجار إنه هذا السعر خمسة هذا لا يبرر إنك تبيع هذاك بأقل مشان تعطي الزيادة على الأقل لمين؟ للوسيط. هذا ما يبرر لك. انت لازم اذا نقصت تنقص من باب انه بدك تسرب بضاعتك. من ربحك وبده يسرب بضاعته يعني. مو حاطط في ذهنك انه هذا بده عموله مني. مين بده طالع العموله هاي؟ من جيبتي ولا من الزبون؟ اذا اخذت من الزبون زياده على ايش؟ شو بسموها هي؟ الكاتالوج ولا ايش؟ على ارما. هذا ما بكفيك لانه ارما مو الله وضعها، انت وضعتها ولما وضعتها هدفت لشيء. فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ خمسه مشان توفر منها نصف او قرش لمين؟ للدان للسمسار. معناها يكونوا ولمتوا انت بهالفرق. المهم شو قصدك؟ إنما الأعمال بالنيات. لا لا ما هو أنت خربت علينا هلا. نعم قصده يربح نعم، لكن بأي طريق؟ بطريق إنه أنا أما أخذ منك حسب الإيش؟ الليستة. بينما أنا ما أخذ حسب الليستة مش هدفع للسمسار. مو هذا الموضوع بارك الله فيك يا اخي. حط اللي بدك اياه، بس لما بدك تاخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه، بدك تشوف شو اللي دفعك تاخذ من زيد من الناس اقل ومن بكر من الناس السعر المقنن. ان كان يدفعك تاخذ السعر المقنن هو انشان تأمن للوفير، هذه هو المشكلة. القضية ما فيها غموض. القصد انما الاعمال بالنيات. إذا كان مرة تقول
حكينا نحن ذيك ساعة مع الرجل، الرجل النادو إذا كنت أنت بتقول زبون أنا بدي أنزل على السوق واشتري لك البضاعة فبدي عمولة منك بالمية خمسة بالمية عشرة، هي واضحة الصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى عم تقول يعلم يعلم إيه، لكن هل يعلم إنه على حسابك ولا على حسابه؟ هذه قضية. نعم. فاصل نعم. لكن يعلم وأخذ نفس الجواب نفس الجواب ونسمع. نعرف تفضل. تتمة الكلام في الشريط التالي.